تستمر فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. تحياتي لك أحمد، وصف لنا الأجواء لديك الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب. اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، إقبال كبير جدا من قبل المواطنين والجمهور رغم برودة الطقس وهطول الأمطار من وقت لآخر منذ ساعات صباح اليوم. هناك إقبال كبير من المواطنين، وهذا يعكس حجم الإدراك والوعي الثقافي والحضاري للمواطنين، وخاصة من فئة الشباب الذين هم بأعداد كبيرة يقبلون على المعرض حتى هذه الساعة. نحن نتحدث عن انتهاء امتحانات نصف العام وبدء إجازة نصف العام الدراسي، وبالتالي كان الأمر متاح لكثير من الطلاب للحضور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك أيضا إقبال كبير على حفلات توقيع الكتب التي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب هنا داخل أرض المعارض، بالإضافة إلى أن الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعلنت أن يوم أمس اليوم الثامن كان هناك أو وصل عدد الزائرين ل 164 زائر، وبالتالي وصل عدد الزوار المعرض حتى اليوم التاسع ما يزيد عن 700,000 زائر في 9 أيام، ويتبقى 4 أيام فقط على انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث ينتهي في 7 فبراير الجاري، وبالتالي فهي فرصة عظيمة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك تخفيضات كبيرة على الكتب، وخاصة المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم، مبادرة ثقافتك كتابك، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها. هناك إقبال كبير عليها، وهي أيضا هذه المبادرة حققت أعلى مبيعات حتى الآن في الدورة 53. أحمد، بمناسبة الحديث عن الانخفاض في أسعار الكتب، هل تبعت نوعية معينة يتم الإقبال على شرائها في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ الروايات والقصص سواء الدرامية أو الرومانسية أو قصص الرحلات، هناك إقبال عليها كبير من جانب زوار المعرض الذي أغلبهم من فئة الشباب، هذا فضلا عن الصالة رقم 5 وهي مخصصة بالكامل للأطفال. هناك أيضا أهالي وأولياء أمور يصطحبون أطفالهم لحضور هذه الصالة، صالة رقم 5. هناك إقبال كبير جدا عليها على شراء كتب الأطفال التي أيضا عليها تخفيضات كبيرة جدا مقارنة بالمبيعات الموجودة خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا بالإضافة إلى العديد من الندوات التي تقام على مدار هذا اليوم. اليوم أيضا الجمعة يستمر فعاليات المعرض حتى 9 مساء بخلاف باقي أيام الأسبوع الذي تنتهي فعاليته في 8 مساء. إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا زميل أحمد الحسيني، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53.